بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير، وحلقة جديدة من برنامجكم كلام في الميديا. حلقة النهاردة بالتأكيد حلقة مهمة جدا، لأننا نستعرض فيها أبرز المنشطات اللي بالتأكيد الصحف والمواقع الإلكترونية اهتمت بها خلال الساعات القليلة الماضية عقب فوز النادي الأهلي على حرس الحدود بهدف مقابل لا شيء ضمن مباريات الجولة الثامنة للدوري العام. مباراة كانت قوية جدا، مباراة كانت فيها تفاصيل فنية كثيرة جدا، ومباراة افتقدنا ان احنا نتابع فيها متعة كرة القدم. بالتأكيد هنتابع في حلقة كلام في الميديا الصحف اهتمت بإيه؟ هل التقارير الفنية، الرؤية الفنية لكلا الفريقين، نتيجة المباراة، ردود الأفعال من الجهاز الفني لنادي الأهلي بقيادة ريني فايلر، الجهاز الفني بقيادة كابتن طارق العشري المدير الفني لحرس الحدود، تفاصيل كثيرة جدا بالتأكيد في هذه الحلقة. لكن مهم جدا أبدأ بالحديث عن مباراة الأهلي وحرس الحدود قبل ما أتطرق لعناوين حلقة النهاردة. مباراة الأهلي والحرس يبدو إنها ستكون البداية بالنسبة للمرحلة القادمة من عمر مباريات الدوري العام. هو الطريق الأسهل والأمثل لأي فريق قد يواجه النادي الأهلي بهذا الشكل الدفاعي في المباريات القادمة. كل فريق حسب إمكانياته حسب ظروفه بالتأكيد له مطلق الحرية في طريقة اللعب والأداء الفني أمام فريق النادي الأهلي، لكن متعة كرة القدم في حد ذاتها بالتأكيد هنفتقدها إذا كانت المباريات بنفس الشكل وبنفس الأداء. النادي الأهلي بالأمس بالتأكيد واجه صعوبات كبيرة جدا في اختراق ودفاعات حرس الحدود في مباراة الأمس، وتسديدة السلية بالتأكيد كان لها مفعول السحر في إنهاء المباراة وإحراز الأهلي للثلاث نقاط مهمة جدا في مشوار الفريق في الدوري وتحقيق 6 انتصارات متتالية في بداية الدوري العام. ريني فايلر بالأمس كانت تجربة جديدة بالنسبة له، لأنه بالتأكيد في الدوريات الأوروبية أو في الكرة العالمية صعب قوي بتلاقي فرقة بتلعب ب 3-6-1 أو ب10 لاعبين تحت الكرة أمام منطقة الجزاء، فبالتالي تجربة جديدة أمام ريني فايلر قدر من خلالها أن هو يطبق طرق لعب جديدة، يحرك أطراف اللعب بالنسبة للنادي الأهلي، يفكر في أكتر من حل لاختراق دفاعات حرس الحدود. هدف عمرو السولية بالأمس، الميزة مش في الهدف وفي الثلاث نقاط وتسديد السولية، لا، عمرو السولية بالأمس كان على أعتاب الخروج من قائمة المباراة وعدم المشاركة في مباراة حرس الحدود، وتعرض لنزلة برد شديدة جدا لدرجة أن أثرت عليه ودرجة حرارته كانت عالية جدا صباح يوم المباراة. وريني فايلر تحدث معه على مدار اليوم أكثر من مرة وقبل إعلان التشكيلة الأساسية في محاضرة المباراة للاطمئنان على اللاعب، وأيضا كمان لمعرفة الموقف النهائي إذا كان السولية لن يلعب المباراة وسيكون هناك بديل مناسب في هذه المباراة. لكن النقطة الإيجابية اللي عايز أكد عليها بقى الروح المعنوية العالية جدا والإصرار لدى اللاعبين، حتى لو كان عندك نزلة برد أو لو عندك إصابة خفيفة، لا، عايز تلعب وعايز تشارك وعايز تحقق الهدف المرجو منك وإنك تسعد جماهير النادي الأهلي. التفاصيل الصغيرة دي بقى هي اللي في النهاية بتجيب بطولات. لعيب درجة حرارته عالية بتوصل ل 38-39 درجة مئوية والجهاز الطبي بيتعامل معها بشكل تحفظي إلى أن يكون جاهز في مباراة ليلة أمس مع حرس الحدود، وبالتالي الحمد لله عمرو السولية عمل مباراة كبيرة جدا، والهدف ده تكليل لفكرة ان هو كان حريص ان يكون مع الفريق نتيجة بالتأكيد نقص الصفوف والغيابات اللي بالتأكيد مؤثرة بشكل كبير جدا على منطقة خط الوسط في النادي الأهلي. غياب كريم نيدفيد، غياب حمدي فتحي، كل دي بالتأكيد إصابات وحاجات بتبعد عدد من العناصر الأساسية في وسط الملعب. أليجون كمان مش بادئ بالتشكيلة الأساسية. بخلاف كل ده بقى كمان مش الهدف وبس وتكليل مجهوده بالهدف وبس، لا، عمرو السولية بيواصل تألقه وظهوره بشكل متميز مع النادي الأهلي خلال السنوات الأخيرة. مباراة الأمس كانت مباراة مميزة جدا لعمرو السولية، تحرك دفاعي، انطلاقات هجومية، لدرجة أن عمرو السولية في الفترات الأخيرة بقى بيكمل بشكل رائع جدا في منطقة جزاء المنافسين وبيصل حتى للسكس ياردة، ومباراة وادي دجلة مش بعيدة اللي عمل الباص لأحمد الشيخ كان عمرو السولية أيضا، فبالتالي هي جزئيات صغيرة لكن مهم نركز عليها عشان في النهاية لما بتفوز ببطولة لازم وأنت بتعدي عبر كل هذه المراحل تبين معدن لاعبي النادي الأهلي، وإزاي اللاعب لما بيكون جوه النادي الأهلي بيبان هنا بقى روح الفانيلا الحمراء وازاي بقى كل واحد حريص على نجاح المنظومه ونجاح فريق كره القدم. مش هخص عمرو السولية بالامس فقط، لا، كمان احمد فتحي الجوكر، ظهير ايمن، مساك، باك ليفت، كل الاماكن اللي ممكن تحتاجه فيها موجود وجاهز في اي وقت، ولياقه بدنيه ومجهود بدني كبير جدا، ان ده اللي بيدل على قيمه لاعب كبير عارف دوره ككابتن في فريق النادي الاهلي وخبرات كبيره جدا وبتلعب مع النادي الاهلي حتى الرمق الاخير وحتى الثواني الاخيره من اجل احراز الثلاث نقاط ومن اجل الاستمرار في صداره الدوري العام. نقطه ثانيه قبل ما تتطرق بقى لعناوين الحلقه ونخش في تفاصيل البرنامج،
النهارده احنا بنتكلم في منتصف شهر ديسمبر، فتره الانتقالات الشتويه خلاص قربت وعلى الابواب، وبالتاكيد واحنا بنتابع الاخبار وما كتب في الصحف والمواقع لسه في اهتمامات بهذا الامر ولا لا. بس في جزئيه قانونيه عايز اكد عليها بشكل عام واحنا بنتكلم واحنا داخلين على فتره الانتقالات الشتويه. خبراء اللوائح كتر قوي في الفتره الاخيره في الوسط الرياضي، وفكره خبير اللوائح دي في المنظور القانوني مش موجوده، او في المسمى القانوني مش موجوده، لكن في النهايه في محامي معاه دبلومه من الفيفا يقدر يكون موجود في القضايا المنظوره امام الاتحاد الدولي او الاتحادات القاريه، لكن فكره خبير لوائح مفيش حاجه اسمها خبير لوائح، وما عندناش في مصر حاجه اسمها خبير لوائح. ليه باكد على ده؟ لان في جزئيه خطيره جدا الناس ناسياها، وده بشكل عام واحنا بنتكلم عن اللوائح والقوانين. اللاعب الحر، اللاعب الحر يحق له التوقيع والقيد عبر الموسم بالكامل في اي وقت دون التقيد بفتره الانتقالات سواء الصيفيه او الشتويه. تاني، اللاعب الحر يحق له التوقيع والتعاقد مع اي نادي في اي مرحله من الموسم القروي سواء في فتره الانتقالات الصيفيه او الشتويه. اذا اللاعب الحر هنا بيتعامل معامله خاصه بعكس اي لاعب تاني متعاقد او عقده ساري. ده بشكل عام. جزئيه تانيه بالنسبه للنادي الاهلي، اذا تعاقد مع اكثر من لاعب او اذا تعاقد مع لاعب اخر بعد كهربا خلال الفتره الجايه، بالتاكيد سيكون خلال فتره الانتقالات الشتويه في شهر يناير القادم نتيجه ان الاهلي استكمل قائمته وسيتم الاعتماد على بند الاستبدال، لان الاهلي لديه مكانين في شهر يناير القادم. لذلك اي تعاقد في الفتره الجايه اذا تم واذا راى الجهاز الفني هذه الرؤيه في الفتره الجايه هيكون عندك فتره يناير تقدر تستبدل فيها، لكن بشكل عام او اطار قانوني عام اللاعب الحر يستطيع ان يتعاقد ويقيد في صفوف اي نادي على مدار الموسم القروي ودون التقيد بفترات الانتقالات سواء الصيفيه او الشتويه. دي كانت جزئيه مهمه جدا، وانا بتكلم على انتقالات يناير القادمه وجزء قانوني وجزء لائحي ناس كتيره مش مهتمه تتكلم فيه، لكن نقطه بنحدد فيها الاطر القانونيه تحديدا في هذا الملف، وان شاء الله هنشوف الفتره الجايه الجهاز الفني احتياجاته اذا احتاج لاعب اخر بعد التعاقد مع كهربا هيبان ده خلال الفتره الجايه، وهنشوف الصحف والمواقع هل اهتمت بهذه الجزئيه ولا لا، عشان لو في معلومه غير صحيحه بالتاكيد هدفنا ان احنا نوجه رساله لجمهور النادي الاهلي ونقول لهم الحقيقه بالظبط من مصدرها الرسمي وهو النادي الاهلي. ندخل نشوف عناوين حلقتنا النهارده في كلام في الميديا وابرز العناوين الرئيسيه في حلقه النهارده. بالفوز على الحرس الاهلي يحقق افضل انطلاقه له في الدوري منذ 13 عاما. عبد الحفيظ حققنا فوزا مهما على حرس الحدود ونستعد بقوه للاسماعيلي. بدون راحه الاهلي يبدا الاستعداد للدراويش. فايلر يجتمع بمحمود متولي للاطمئنان عليه. اتجاه لإقامة حفل تكريم المنتخب الأولمبي في يناير المقبل. ليفربول يصطدم بأتلتيكو مدريد في ثمن نهائي دوري الأبطال. اهلا بحضراتكم من جديد، وعناوين بالاكيد بتهتم في المقام الاول بنتيجه مباراه الاهلي والحرس بالامس وهدف مقابل لا شيء لعمرو السوليه، لكن في نقطه مهمه جدا في اول عنوان رئيسي وهو بالفوز على الحرس الاهلي يحقق افضل انطلاقه له في الدوري منذ 13 عاما. لو بنعمل احصائيه وبنشوف مدى التطور اللي حصل في فريق كره القدم على الاقل على الاقل اخر 3 سنوات هتشوفوا هناك في تطور ملحوظ. هذا التطور هو تطور في البدايه بنرصده بمرحلة بمرحلة، بمعنى احنا لعبنا 6 مباريات هنشوف في ال6 مباريات المرحلة دي كيف استفاد فريق النادي الاهلي بالانتقالات والتعاقدات وتطوير فريق الكورة بشكل ايجابي للمرحلة القادمة. لكن هبدأ الأول بموسم 2005-2006 الموسم التاريخي اللي منذ هذا الموسم منذ 13 عاما الاهلي لم يحقق 6 انتصارات متتالية. الموسم ده بالتأكيد كان فيه انتصارات مميزة جدا، لكن مع ذلك رغم هذا الانتصار ورغم هذه الارقام القياسيه اللي اتحققت في موسم 2005-2006 لكن يبقى موسم 2019-2020 هو الموسم الافضل للنادي الاهلي في الانطلاقه من حيث الاهداف وغزاره التهديف والحفاظ على الشباك نظيفه في اول 6 مباريات في الدوري العام. موسم 2005-2006 العلامه الكامله في اول 6 مباريات، لكن الاهلي احرز 11 هدف ومنى مرماه بهدف وحيد. فاز على الكروم 2-0، اسمنت اسيوط 1-0، غزل المحله في المحله 3-1،
فاز على انبي 1-0، الامونيوم 1-0، وفاز على طلائع الجيش 3-0. لكن الموسم الحالي الاهلي حقق ايضا العلامه الكامله 6 مباريات ب 18 نقطه، ولكنه في غزاره التهديف احرز 18 هدف ومنيا مرماه بهدف وحيد. اذا الفارق بين موسم 2005-2006 وموسم 2019-2020 بعد 13 سنه، غزاره التهديف بتبرز هذا الجيل كانه جيل قد يستعيد امجاد موسم 2005-2006 والانطلاقه الجيده والفوز بخمس بطولات الاهلي شارك فيها في هذه المرحله وهذه الحقبه الزمنيه: دوري، كاس، سوبر، سوبر افريقي، ودوري ابطال افريقي. هي مرحله وجزء في بدايه الموسم، لكن قدر الامكان بعد كل 6 أو 7 جولات هنحاول قدر الامكان نقدم معلومه رقميه للمشاهدين عشان يشوفوا مدى التطور الايجابي اللي حصل للفريق في هذا الموسم بالمقارنه بموسم قياسي من 13 سنه، وايضا كمان بالمقارنه بالموسمين الماضيين. ليه بالموسمين الماضيين؟ موسم 2018-2019 طبعا ما كانش العلامه الكامله في اول 6 مباريات، لان البدايه كانت تعادل مع الاسماعيلي، لكن في خلال 6 مباريات الاهلي احرز 9 اهداف ومنيا مرماه بخمس اهداف. طيب موسم 2017-2018 الاهلي احرز 13 هدف ولكن منيا مرماه بثلاثة اهداف. اذا نحن على اعتاب جيل قوي قادر على تحقيق انجازات طيبه للنادي الاهلي لم تتكرر منذ حوالي 13 سنه في موسم النادي الاهلي عمل فيه ارقام قياسيه عديده، سواء في الفوز بالبطولات وكل المباريات اللي شارك فيها، وايضا كمان الوصول لكاس عالم الانديه وتحقيق البرونزيه في مونديال 2006. جيل تريكا وبركات وجمعه وعاشور ومتعب، بالتاكيد ان شاء الله الفتره الجايه النادي الاهلي من خلال تطور حصل لفريق الكوره بيستعد لجيل جديد: عمرو السوليه، قفشه، حسين الشحات، وليد ازارو، اجاييه، واحمد فتحي، وشريف اكرامي، والشناوي، عدد كبير جدا من اللاعبين ان شاء الله يكون لهم دور كبير جدا، وبالاضافه لذلك كمان ايضا رمضان صبحي. طيب النهارده كان في تدريب لفريق النادي الاهلي، والتدريب بالتاكيد كان في حدود الساعه 10 صباحا بعد مباراه الامس، لكن كانت في تصريحات مهمه للكابتن سيد عبد الحفيظ عقب مباراه الامس. الكابتن سيد اتكلم في اكتر من محور واكتر من موضوع، لكن في الاساس هو قال ان الفوز ده فوز مهم جدا على فريق الحرس، واستعداد جيد واستعداد بقوه لمباراه الاسماعيلي. قال كمان الكابتن سيد بغض النظر عن الطريقه الدفاعيه لفريق حرس الحدود، وده شيء احنا متوقعينه ومعروف عن طريقه اداء الكابتن طارق العشري مع فريق حرس الحدود، لكن النادي الاهلي كان عنده جاهزيه وعنده اكتر من تغيير لمواجهه هذا او هذه طريقه اللعب اللي بيتميز بها فريق الحرس تحديدا مع الكابتن طارق العشري. الفوز منح الاهلي دفعه كبيره جدا، لكن كلام مهم جدا قاله الكابتن طارق العشري عقب مباراه الامس، وتصريحات هو يبدو ان هو كان بالتاكيد قدر الامكان عايز يخرج باقل الخسائر الممكنه في مباراته بالامس امام النادي الاهلي. وحتى في تصريحه يعني قال لك حتى بعد احراز الاهلي الهدف في الجزء الاخير من المباراه، طبعا احنا عارفين ان هي مش مباراه كؤوس، هي مباراه بثلاث نقاط، فبالتالي حتى لو انت خسران بيبقى عندك جزء من المغامره انك على الاقل عايز تطلع بتعادل، بس هو عارف امكانيات فرقه النادي الاهلي كويس جدا، وعايز حتى يخرج بنتيجه على الاقل لو في خساره هدف مقابل لا شيء او 2-1، نتيجه قريبه، نتيجه قليله، لان المباريات السابقه عملت مش عايز اقول رعب لكل المنافسين، بس وضحت قوي ان النادي الاهلي بيلعب كره حديثه، بيلعب كره هجوميه مختلفه، فوز بالثلاثه، بالاربعه، بالخمسه، ده بالتاكيد عمل صدى كبير جدا في مباريات الدوري العام. لكن اتمنى ان هذا الصدى ما يكونش بقى ليه صدى عكسي وسلبي، ان الفرق كلها تلعب بنفس الشكل، يعني حتى مباراه وادي دجله كانت مباراه ممتعه، ودجله اضاع العديد من الفرص رغم ان الاهلي فاز بثلاث اهداف مقابل لا شيء، لكن مباراه ممتعه، والكوره في حد ذاتها لما الناس بتلعب كره قدم او بتشارك في مباريات ومناسبات رسميه، الهدف في النهايه انك تستمتع باللعبه، تستمتع بالكوره. كل مدير فني ليه استراتيجيه، ليه طريقه لعب، عايز يحقق اهدافه بغض النظر طبعا عن المتعه واللعب الكوره السريع والكوره العالميه اللي بتتلعب دلوقتي في العالم كله، لكن كل مدرب ليه استراتيجيه. مدرب دجله خسران 3 وبيهاجم، ضيع فرص ما كانش عنده توفيق، ده اللي اتمنى اشوفه في الماتشات الجايه، تكون المباريات كلها مفتوحه، المباريات كلها تبقى سريعه، لكن المباريات المغلقه دي بتبقى صعبه. يعني انا اتذكر اخر موسم شفت فيه مباريات بالشكل ده كان موسم 2005-2006، وكان سبب رئيسي في تغيير طريقه اللعب واداء الفرق كلها بعد كده في الدوري كان مانويل جوزيه، لان مانويل جوزيه لما جه وقتها كان بيواجه حصون دفاعيه غير طبيعيه امام كل الفرق. الموسم اللي تلاه مباشره ابتدت الفرق تطور من ادائها لما شافت الاهلي بيلعب كره حديثه، والتكتل الدفاعي ممكن يعديك من المباراه بس بتعادل، بخساره، بهدف، لكن في النهايه عشان تكسب نسبه قليله جدا، ممكن 30-40% وحسب قوه المنافس اللي معاك. فمتعه الكوره اتمنى الفتره الجايه في الدوري نشوفها بشكل افضل من كده، لان
ممكن تحصل مباراه واثنين، لكن لو هيبقى الدوري كله بالشكل ده هيبقى صعب جدا. لكن ان شاء الله الاهلي قادر ان هو يتخطى كل هذه الحصون الدفاعيه، وفي النهايه طبعا بنحترم كل مدير فني ورؤيته في المباريات. جزئيه ثانيه مهمه جدا برضه عايز اكد عليها، ان شاء الله النهارده بالليل عقب برنامج ملك وكتابه مباراه الاهلي وحرس الحدود مسجله ان شاء الله هتتذاع على شاشه قناه النادي الاهلي لكل جماهير النادي الاهلي، ودايما هنكون معاكم اول باول كده في كل مباراه الاهلي تشوفوها ان شاء الله على شاشه قناه النادي الاهلي. كابتن سيد، قبل ما اخش بقى الاخبار الاهلي اتكلم في جنب جزئيه مهمه جدا، مهم جدا حكم مباراه الاهلي والاسماعيلي يكون حكم عنده شخصيه قويه، حكم لمساته الفنيه واخطائه الفنيه قليله جدا، ما بقولش طبعا حكم فنيا 100% لان دايما او جرى العرف في الكوره وفي التحكيم بيبقى فيه اخطاء، بس خطا عن خطا بيفرق، وخطا مع منافس عن خطا معاك بيفرق. لما بتلعب ست مباريات بانتصارات بايدك انت وبرجليك وبجهدك وبعرقك تبقى حاجه مميزه، لكن لو في فرق منافسه بيستفيدوا اخطاء تحكيميه بتتمنى ان ده يقل اول فتره عشان معيار العداله يبقى واحد على كل الفرق. فمباراه الاهلي والاسماعيلي الكابتن سيد اتكلم في جزئيه مهمه جدا، وان مباراه الاهلي والاسماعيلي محتاجه حكم قوي، شخصيه قويه، لمساته الفنيه واخطاء قليله جدا، بيعرف يتعامل مع الفريقين بشكل جيد. ومباراه الاهلي والحرس بالامس الحمد لله عدت يعني مرت مرور الكرام بعد تعيين الكابتن ابراهيم نور الدين، وشيء ايجابي بالنسبه له كمان بعد كده عشان يكون جاهز ويكون مستعد نفسيا حتى للمباريات الكبيره في الفتره الجايه. لكن مهم جدا المباريات الكبيره لجنه الحكام تعي جيدا اختيار حكام عندهم مواصفات كبيره ومواصفات فنيه كويسه لاداره هذه المباريات. النادي الاهلي سياسته معروفه، مفيش ابدا لعيب يمشي من النادي الاهلي او يطالب النادي الاهلي بمستحقاته او يفسخ عقده مع النادي الاهلي، ده عمره ما حصل في تاريخ النادي الاهلي، والنادي الاهلي دايما سياسته معروفه مع كل لاعبيه، وحتى لما العقد بينتهي او اللاعب بيعتزل حقه محفوظ. واسماء لعيبه كبيره جدا لو النهارده اتكلمنا عليها مش هنوفي اسماء كبيره جدا حتى بعد كده او حتى في فتره قبل كده لما كان الدوري حصل فيه توقف، اللعيبه نفسها قعدت مع الاداره وتم التوافق على العقود. ده سياسه النادي الاهلي ودي سياسه الاهلي، والناس كلها عارفه مدرسه النادي الاهلي في التعامل مع اللاعبين، ودايما النادي الاهلي بيختار التوقيت المناسب سواء في الصفقات او حتى في التدعيمات او حتى في التوافق مع اللاعبين في مرحله الاعاره او حتى في مرحله العروض الاحتراف بالنسبه للمرحله الجايه. في كلام وفي سياسه محترفه واداره محترفه بالنسبه للنادي الاهلي سواء مع المدربين الاجانب او حتى مع اللاعبين المحترفين او حتى اللاعبين المصريين اللي بيشرفونا وموجودين في القلعه الحمراء في النادي الاهلي. تمرين النهارده طبعا خلاص بقى انت قفلت مباراه الحرس واغلقت صفحه مباراه الحرس بحلوها بمرها بتكتلاتها الدفاعيه، وبتشتغل على مباراه الاسماعيلي. مباراه الاسماعيلي مباراه كبيره، فريق الاسماعيلي فريق بيلعب كوره محترمه وفريق فنيا عنده امكانيات جيده جدا وعنده لاعبين مميزين، واحنا دايما لما بنلعب مع الاسماعيلي بنستمتع بمباريات الاهلي والاسماعيلي وبنسعد جدا سواء الاهلي بيلعب في اسماعيليه او حتى في اسكندريه حسب الظروف او حسب مكان اقامه المباراه. لكن بشكل عام مباريات كبيره جدا، النادي الاهلي جهاز الفني فضل ما يكونش فيه راحه، لا على طول في استعداد، لان النهارده كان ضروري جدا يكون في استشفاء للمجموعه الاساسيه اللي كانت بتلعب بالامس، وبالامس كان في مجهود بدني كبير جدا على اللاعبين. النهارده كان في تمرين صباحي الجهاز الفني اشتغل عليه ازاي، حضر اللعيبه ازاي للمباراه القادمه، هل كان في تقسيمه، هل كان في جاهزيه لعناصر اخرى، محمود متولي محتاجين نطمن عليه، علي معلول، كل ده بالكتير هيكون معانا طبعا مع زميل العزيز ادهم ندى مراسل قناه النادي الاهلي واللي كان حاضر النهارده تدريب فريق النادي الاهلي في ملعب مختار التتش بالجزيره. مساء الخير يا ادهم. برحب بيك زميلي محمد سعيد وبرحب بكل مشاهدي قناه نادينا الحبيب قناه النادي الاهلي. طمني بقى على حاله الفريق والاستعداد وحاله علي معلول، حاله محمود متولي، الرؤيه النهارده في التدريب، وكمان في جزئيه مهمه اللعيبه اللي شاركت بالامس، هل في منهم النهارده كان موجود في التقسيمه ولا الجهاز الفني اداهم راحه وكان في استشفاء في الجيم؟ دايما يا محمد في كل مران في النادي الاهلي بيحمل عنوان، والعنوان النهارده هو الالتزام والجديه ورسائل اطمئنان على المصابين يا محمد. الحقيقه يا محمد المران النهارده ابتدى بمحاضره من المدير الفني ريني بايلر، المدير الفني اكيد على اهميه الفتره القادمه، وان المكسب امام حرس الحدود بيضع الفريق امام التزام تجاه الجمهور بضروره الاستمرار على ذلك وتحقيق العلامه الكامله، لا سيما ان الاهلي مقبل على مباراه هامه زي ما انت عارف، مباراه هامه جدا في الدوري امام الاسماعيلي. الحقيقه التمرين كان فيه قسمين، القسم الاول في التدريب هو تدريب خفيف للعناصر اللي شاركت في اللقاء، جري خفيف لشناوي وليد ازارو واجاي ومحمود وحيد اللي بطمن جماهير النادي الاهلي عليه بعد الكدمه اللي تعرض لها في مباراه حرس الحدود النهارده في حاله بدنيه رائعه وفنيه الحقيقه وقفشه، وتدريبات بسيطه للكره يا دوبك لمس خفيف ومران قوي للعناصر اللي ما شاركتش في مباراه امس. ركز فيها فايلر على جزئيتين، الجزئيه الاولى هي ضرورة التسديد من خارج منطقة الجزاء، ودي اللي اتكلم فيها ريني فايلر في المؤتمر الصحفي أمس،
على ان التسديد كان حل من الحلول الضروري اللجوء اليها منذ بدايه المباراه، بالاضافه الى تدريب خاص للمهاجمين على استغلال الفرص المتاحه. الحقيقه ريني فايلر اكد على ان كم الفرص المتاحه لازم يتناسب مع حجم الاهداف في مرمى الخصم. الحقيقه في رسائل اطمئنان كتير على نجومنا محمود متولي اللي خاض مران قوي جدا النهارده، وكان في حديث جانبي ما بينه وما بين ريني فايلر وتشجيعه ان هو من الدعائم الاساسيه في الفرقه، بالاضافه لعلي معلول النهارده اللي خاض مران قوي وتدريبات بالكره. الحقيقه بطمن جماهير النادي الاهلي عليه. طيب كهربا النهارده كان موجود في المران الجماعي ولا هيكون بقى يدخل المران الجماعي بعد مباراه الاسماعيلي مباشره؟ لان في برنامج اكيد بدني خلال الفتره الحاليه ليه. لا الحقيقه هو ما كانش موجود في مران النهارده، لكن اكيد متوقع باذن الله بعد مباراه الاسماعيلي نجم كبير زي محمود كهربا معول عليه في الفتره القادمه ان شاء الله هيكون في برنامج تدريب بدني وفني ليه مخصوص عشان يشارك ويبقى في الفورمه مع عناصر ونجوم النادي الاهلي. طيب حسام عاشور وياسر ابراهيم. حسام عاشور النهارده كان موجود في التمرين وخاض مران برضو قوي الحقيقه، وكان في حاله بدنيه رائعه بطمن جمهور النادي الاهلي عليه، مسمار خط الوسط طبعا كابتن الفريق. ياسر ابراهيم لسه في مجموعه من العلاجات والتاهيل ليه عشان يبقى في الفتره القادمه مع نجوم الدفاع، مع سعد سمير، مع رامي ربيعه، مع محمود متولي. طيب ادهم انا بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه التفاصيل وطمنتنا على حاله اللاعبين، وفي جزئيه مهمه جدا قالها ادهم في سياق حديثه عن تدريب النهارده، الراجل اشتغل على الجزء التخصصي وزياده فكره الجرعات التدريبيه على التسديد من خارج منطقه الجزاء. دايما ريني فايلر عنده الحلول سواء في تغيير مراكز اللاعبين لخلخله دفاعات المنافسين، التسديد من خارج منطقه الجزاء، الكرات العرضيه، الكرات البينيه، كل دي حلول هجوميه لتقصير الدفاعات وحصون دفاعات الفرق المنافسه اللي بتعتمد دايما على طريقه اللعب 3-6-1 او تمركز 10 لاعبين تحت الكوره وامام منطقه جزائه لسد اي هجمات او اي ثغرات ممكن من خلال النادي الاهلي يحرز اهداف. ان شاء الله مباراه الاسماعيلي تكون مباراه مهمه جدا. قبل ما اخش بقى في اخبار الصحف عندي خبر سريع جدا، دوري ابطال اوروبا النهارده كانت القرعه، قرعه دور ال 16 ومواجهات بالتاكيد حاسمه ومصيريه ومواجهات قويه جدا. القرعه النهارده كانت حوالي الساعه 1 الظهر في احدى المدن في سويسرا. المواجهات اسفرت او القرعه اسفرت عن ليفربول هيواجه اتلتيكو مدريد، ريال مدريد امام مانشستر سيتي، بايرن ميونخ امام تشيلسي، نابولي الايطالي امام برشلونه الاسباني، بروسيا دورتموند الالماني مع باريس سان جيرمان، اتلانتا الايطالي امام فالنسيا الاسباني، ليون الفرنسي امام يوفنتوس الايطالي، وتوتنهام الانجليزي امام لايبزيج الالماني. هناك مواجهات قويه ومثيره، هناك مواجهات قد تكون متوسطه المستوى، لكن ابرز المواجهات المثيره ليفربول واتلتيكو مدريد، ريال ومانشستر سيتي، بايرن ميونخ وتشيلسي، وبرشلونه ونابولي الايطالي. خلال الفترة الجاية مباريات الذهاب هتكون أحد أيام 18-19 25-26 فبراير، ومباريات العودة والإياب 10-11 17-18 مارس، ثم قرعة دور الثمانية يوم 20 من شهر مارس المقبل بإذن الله لتحديد الثمان فرق اللي تأهلوا لدور الثمانية والمواجهات المباشرة اللي هتكون ما بينهم في القرعة القادمة. طيب أهم ما كتب عن النادي الأهلي في الصحف عقب مباراة الحرس، والصحف اهتمت بإيه عقب هذا الفوز وهذا الانتصار؟ حديث عن المباراة وحديث ايضا لا يخلو حديث عن الانتقالات الشتويه من خلال زملائنا في الصحف والمواقع الالكترونيه. اهم ما كتب على الاهلي في الصحف نتابع في هذه العناوين. نبدا من الاهرام. الاهلي يهزم تحصينات العشري بهدف في مباراه عنوانها 40 متر. الفريق الاحمر يعود لصداره الدوري بعد اللجوء للتسديدات البعيده. وإلى صحيفة الأخبار، صاروخ السولية يخترق خرسانة حرس الحدود، الأهلي يفوز 1-0 ويتصدر وعلامة استفهام على اللمسة الأخيرة. وإلى صحيفة المسا والعناوين السجع والقافية، الأهلي 100-100 بقذيفة السولية، واصل مسيرة الانتصارات وحصل على 18 نقطة من 6 مباريات، تغلب على الحرس العنيد بفضل التسديد من بعيد. وإلى صحيفة الأخبار المسائي تحت عنوان رئيسي الأهلي عدى الحدود، الأحمر يفلت من كماشة الحرس ويسترد صدارة الدوري. وإلى صحيفة المصري اليوم، الأهلي يلدغ الحدود بتسديدة السولية، تغييرات فايلر قلبت الموازين، فتح نجم المباراة بلا منازع، العارضة تحرم المارد الأحمر من هدفين. وإلى الأهرام المسائي، فوز بالعافية، الأهلي يتغلب الحدود بهدف السولية، وفايلر ينهي مغامرة العشر في الوقت القاتل. وإلى صحيفة الجمهورية، الأهلي يضع برنامجا خاصا لكهربا، فايلر يرفض الراحة استعدادا للإسماعيلي.
وإلى صحيفة الشروق، باهر المحمدي خارج حسابات الأهلي في يناير، تحذير كهربا من السوشيال ميديا ومعلول يعود أمام الإسماعيلي. وإلى صحيفة اليوم السابع، الأهلي يخطط لعودة حجازي لتدعيم الدفاع، صفقة كهربا تجمد التحركات للتعاقد مع مهاجمين، الاستعداد لمواجهة الإسماعيلي. وإلى صحيفة الدستور، صالح جمعة يرفض إنبي وسموحة، وجيرالدو يكلف وكيله بالبحث عن عرض أوروبي. توابع كهربا، الأهلي يبدأ مفاوضات التجديد للكبار. وإلى صحيفة الوفد، صلاح محسن يدرس الرحيل عن الأهلي بسبب الأولمبياد، تجاهل تجديد العقد يثير غضب عاشور، وفايلر يتمسك بضم إليكي. اهلا بحضراتكم من جديد ومتابعه اللي كتب عن الاهلي في الصحف خلال الساعات القليله الماضيه عقب مباراه حرس الحدود. هناك صحف اهتمت بالتاكيد بنتيجه المباراه والاداء الدفاعي والاداء الهجومي وخطه فايلر وطريقه اداء طارق العشري امام النادي الاهلي. الاهرام تحدثت عن ذلك، والاخبار تحدثت عن صاروخ السوليه والتسديده اللي احرز منها الاهلي الهدف الوحيد، والمسا اهتمت دايما بالعناوين المثيره اللي فيها السجع والقافيه اللي بتشد بالتاكيد القارئ لما بيتصفح صفحات الجرائد في اليوم التالي للمباراه. الاهلي 100-100 بقذيفة السولية، تغلب على الحرس العنيد بفضل التسديد من بعيد. الأخبار المسائية أيضا كمان، الأهلي عدى الحدود، والمصري اليوم الأهلي يلدغ الحدود بتسديدة السولية. والأهرام المسائي اهتمت أكتر بعنوان فوز بالعافية، نتيجة طبعا مغامرة كابتن طارق العشري والتركيز على اللعب بالطريقة الدفاعية خلال التسعين دقيقة حتى بعد إحراز الأهلي لهدف في المباراة الوحيد. كان هناك ايضا كمان تحفظ من الجهاز الفني للحرس على انهاء المباراه، اذا ما خطفش هدف على الاقل المباراه تخرج بهذه النتيجه 1-1. الجمهوريه اتكلمت عن في برنامج خاص لمحمود كهربا خلال الفتره الجايه، وبالفعل كابتن سيد عبد الحفيظ بالامس قال ان كهربا منذ انضمامه للتدريبات اول امس اتحدد له برنامج بدني لمده اسبوع، وسينضم للتدريبات الجماعيه عقب مباراه الاسماعيلي استعدادا للمرحله القادمه تمهيدا لقيده في القائمه المحليه والقائمه الافريقيه ان شاء الله خلال الفتره اللي جاي. طيب، بعض الصحف اهتمت بقى بانتقالات يناير، والبعض تحدث عن لاعبين قد ينضموا ولاعبين قد لا ينضموا خلال الفتره القادمه. الشروق قالت ان باهر المحمدي خارج حسابات الاهلي في يناير. حتى هذه اللحظه كلها اجتهادات صحفيه، والاهلي لم يعلن موقفه من الصفقه الثانيه خلال الفتره القادمه، سواء مدافع او خط وسط او مهاجم. والكابتن سيد في تصريحاته قال نقطه مهمه جدا، لم نحدد أسماء الراحلين أو من سنستبدلهم خلال يناير القادم، لأن قد أحتاجهم في أي لحظة خلال الفترة القادمة، لأن كرة القدم دائما علمتنا أن هناك متغيرات كثيرة، والمباريات الكورة تحديدا بيحدث فيها متغيرات كثيرة جدا، ومن هنا لغاية 31 يناير قد يحدث متغيرات في مباريات النادي الأهلي سواء محليا أو إفريقيا. وفي النهاية طبعا كل الزملاء بيجتهدوا، وفي النهاية بعد مرور الوقت بيبان إذا كان هذا الاجتهاد صحيح أم اجتهاد خاطئ. لكن في جزئية مهمة جدا، وانا بتكلم بقى عن باقي الصحف، اليوم السابع نشر معلومة عكس المعلومة اللي منشورة في الوفد، وهنا دي النقطة اللي انا عايز أأكد عليها. الاجتهادات طالما المعلومة مش رسمية الاجتهادات ممكن الخبر بيتكرر في اكتر من جهة لكن بصيغة مختلفة او بمعلومة مختلفة، لان طالما المصدر الرسمي النادي الاهلي ما اعلنش الموقف الرسمي او ما اعلنش الحقيقة في هذا الموضوع، ففي النهاية بيعتبر اجتهاد. ليه عايز أقول ده؟ اليوم السابع لما اتكلم عن الأهلي بيخطط لعودة حجازي، كان جريدة أخرى بتتكلم عن باهر المحمدي. طيب ده في الجزئية الدفاعية، لا في الجزئية الهجومية قالت اليوم السابع إيه؟ صفقة كهربا تجمد التحركات للتعاقد مع مهاجمين. طيب نروح للوفد، الوفد كتبت معلومة تانية عكسها خالص، حاجة تانية خالص. فايلر يتمسك بضم إليكي. هو لاعب افريقي بيلعب في الدوري السويسري، وبالتالي هنا المعلومه عكس المعلومه. اليوم السابع شايفه ان كهربا بعد الاهلي ما تعاقد معاه صفقه المهاجم الاجنبي حسب رؤيتهم وحسب وجهه نظرهم لن تحدث، وحصل تجميد في هذا الموضوع. لكن صحيفه اخرى شايفه ان بعد التعاقد مع كهربا الاهلي وفايلر بيتمسك بالمهاجم الافريقي اللي بيلعب في احدى الدوريات الاوروبيه. لذلك بناكد على هذه الجزئيه، ليس هناك أي معلومة صحيحة في ملف الانتقالات الشتوية القادمة، وإذا كان البعض بيجتهد قد يصيب وقد يخطأ، لكن حتى هذه اللحظة الجهاز الفني لم يحدد أساسا من سيرحل لكي يتعاقد مع من سيكون البديل
في انتقالات يناير. وفي جزئيه بقى في الوفد منشوره وهي متعلقه بحسام عاشور. والخبر يعني انا اهتميت بيه لان حسام عاشور مش الطريقه اللي مكتوبه عنه هو ده حسام عاشور. حسام عاشور كابتن فريق النادي الاهلي. حسام عاشور ما يقرب من 15 سنه موجود في الفريق الاول للنادي الاهلي. فبالتالي كل هذه الفتره الزمنيه حسام عاشور لم تحدث اي مشكله ليه. الوفد اتكلمت وقالت ان حسام عاشور عنده حاله من الغضب الشديد لعدم تجديد تعاقده خلال هذه الفتره. وقالت ان هو زعلان جدا ان محدش فتحه في ملف التجديد. تخيلوا ان الكلام ده بيتقال على حسام عاشور اللي هو كابتن الفريق اللي 15 سنه موجود في النادي الاهلي وعمره ما حصل منه مشكله، بل بالعكس قائد للفريق وفي اوقات كتيره جدا في الغرف المغلقه. وفي ناس كتير ما بتعرفش الكلام ده وما بتشوفش الكلام ده لان الكلام ده بيبقى سر جدا جوه فريق الكوره، بيبقى له دور كبير جدا هو وشريف اكرامي واحمد فتحي ووليد سليمان في ملفات مهمه جدا مع مدير الكوره ومع الجهاز الفني. اللعيبه الكبيره ليها دور مهم جدا داخل الفريق وداخل صفوف الفريق. فحسام عاشور اقدم لاعب في الفريق وكابتن الفريق، مش معقوله يعني ان كمان الكابتن سيد لما اتكلم بالامس على التجديد للمجموعه اللي هتنتهي عقودهم في نهايه الموسم اتكلم وقال جزئيات مهمه جدا. النادي الاهلي عنده مدرسه احترافيه في هذا الجزء وبيحترم اللاعبين وبيحترم التعاقدات، وبالتاكيد بيبقى رغبات متبادله بينه وبين اللعيبه، وفي توقيت مناسب بيتم فتح فيها هذه الملفات مع اللاعبين خلال الفتره القادمه. لذلك انا حبيت اتكلم على الجزئيه دي لان الجزئيه دي بنسبه كبيره طبعا غير صحيحه، لان النادي الاهلي عارف امتى بيتكلم في الموضوعات دي، وحسام عاشور كابتن الفريق عارف كمان النادي الاهلي امتى بيفتح في هذه الملفات. لكن طبعا الزملاء الصحفيين دايما كلهم طبعا بيبحثوا عن الخبر والمعلومه، اذا ما كانش انتقالات يناير مين هيرحل الاعاره، مين هيبقى استغناء فري، التجديد للكبار، والبعض كان ذهب في مرحله اخرى خلال الايام الماضيه الى ملف اعتزالات والموضوع كبر قوي. لكن هي جزئيه مهمه جدا عايز اتطرق ليها قبل ما اتحدث عن اخبار الاهلي في المواقع. تخيلوا كل هذه الاخبار وكل هذه الصفقات وكل هذه التجديدات جايه في فريق بيكسب 6 مباريات في الدوري، اعلى نسبه اهداف 18 هدف، جهاز فني مستقر، اكتر فريق بيلعب كره ممتعه في الدوري العام، وعامل مباريات في القاره الافريقيه وفي دوري ابطال افريقيا مميزه جدا. تخيلوا كل هذه التعاقدات والصفقات والراحلين والمعارين والتجديدات عن النادي الاهلي. طبعا النادي الاهلي الاسم الاكبر والشعبيه الاكبر، لكن في النهايه في جزئيه مهمه جدا وهو يعني تحكيم عين العقل في فكره الحديث عن الصفقات، لان لسه وقتها ما جاش، والملف بنتكلم في لاعب او اثنين او خلاص بعد كهربا بقى لاعب واحد اذا الجهاز الفني راى وفضل ان يكون في صفقه اخرى في يناير. طيب ايه اللي اتكتب على الاهلي في المواقع الالكترونيه؟ هل شبيهه باللي اتكتب في الصحف ولا هناك رؤيه اخرى للمواقع عن النادي الاهلي خلال الساعات القليله الماضيه؟ نبدا بسوبر كوره. الاهلي يعبر الحدود 4 مرات في اسبوع. والى موقع الوطن سبورت، فوز الاهلي على الحرس رقم لم يتحقق منذ 14 عاما، والسوليه يكسر 10 شهور صيام. والى بوابه الاهرام، جلسه خاصه تجمع فايلر وكهرباء اليوم. والى موقع الشروق، مناسبة سعيدة تبعد صلاح محسن عن مران الأهلي. وإلى موقع اليوم السابع، الأهلي يتلقى فاكسا من سموحة لاستعارة عمار وصلاح محسن. وإلى موقع مبتدأ، لوزيرن يصدم الأهلي في صفقة إليك. اهلا بحضراتكم من جديد، وسريعا اطلاله كده على الاخبار وما كتب على الاهلي في المواقع الالكترونيه وعلى النت. سوبر كوره اهتم بجزئيه احصائيه مهمه جدا، لم يتطرق لمباراه الفريق الاول فقط، لكن كمان النادي الاهلي مع الحرس خلال هذا الاسبوع لعب 3 مباريات في دوري الجمهوريه والناشئين في قطاعات الناشئين خلال هذا الاسبوع، بالاضافه الى مباراه الدوري العام اللي اقيمت بالامس والاهلي فاز فيها بهدف مقابل لا شيء. في مواليد 99 نجح شباب الاهلي في الفوز خارج ملعبه على الحرس بهدفين مقابل هدف، ليرتفع رصيد فريق الاهلي مواليد 99 الى 41 نقطه وينتهي الدور الاول من دوري الجمهوريه والاهلي متربع على صداره الترتيب. طيب في منافسات اخرى، مواليد 2003 الاهلي 2003 فاز على الحرس بنتيجه هدف مقابل لا شيء. طيب دوري الجمهوريه للناشئين، مواليد 2001 فاز الاهلي ايضا على حرس الحدود بثنائيه نظيفه في الاسكندريه وارتفع رصيد الاهلي الى 33 نقطه من 16 مباراه. فهو كان اسبوع الاهلي والحرس في مباريات الفريق الاول ومباريات قطاع الناشئين والبراعم في الفتره الاخيره. الوطن سبورت تتكلم برضو عن نقطه تاريخيه او رقميه، وهو فوز الاهلي على الحرس
رقم ما اتحققش منذ 14 عام، ودي الانطلاقه اللي انا اتكلمت فيها في بدايه الحلقه عن الاهلي لما بدا الدوري وعامل 6 انتصارات متتاليه، ده ما اتكررش منذ حوالي 13 سنه موسم 2005 2006، والسوليه قصر فكره الصيام عن التهديف منذ حوالي 10 شهور، كان اخر هدف للسوليه كان يوم 16/2 الماضي في مباراه الانتاج الحربي، وكان هدف للسوليه والمباراه انتهت بهدف مقابل لا شيء. بوابه الاهرام اتكلمت عن ان في جلسه خاصه جمعت كهربا ب جمعت ريني فايلر بكهربا في مران اليوم، والاجتماع بالتاكيد في حضور الكابتن سيد مدير الكره، وهذا الاجتماع متعلق بالمرحله اللي جايه، برنامج البدني، جاهزيه اللاعب في المرحله الجايه، الحديث عن المرحله الجايه ودور كهربا في النادي الاهلي في الفتره الجايه. ومش هخفي عليكم سرا، كهربا احد لاعبي قطاع الناشئين في النادي الاهلي، وكواليتي كهربا في النادي الاهلي حاجه تانية، قيمه كهربا ومكانته وأداؤه وانسجامه مع مدرسه النادي الاهلي هتبقى قماشه تانية وشكل تاني ولون تاني مع النادي الاهلي. وكهربا مش غريب على المكان، كهربا احد لاعبي قطاع الناشئين في النادي الاهلي، واتربى وعارف مدرسه النادي الاهلي، بل احيانا كان متواجد في مدرجات مباريات الاهلي وبيشجع النادي الاهلي لما كان لسه في قطاع الناشئين وهو لاعب صغير في البراعم، فبالتالي عارف يعني ايه النادي الاهلي، مش محتاج حد يتكلم معاه طبعا ويقول له النادي الاهلي مدرسته ايه وسياسته ايه وطريقه اداء الفريق او الانسجام جوه المجموعه اللي موجوده والروح الجماعه اللي موجوده جوه الفرقه، كل دي حاجات كهربا عارفها والجهاز الفني بالتاكيد بيتكلم فيها مع كل اللاعبين في المحاضرات. وان شاء الله منتظرين كتير جدا من كهربا الفتره الجايه، ولسه قدامه وقت كبير وقدامه مساحه يقدر يتالق فيها مع النادي الاهلي، 4 سنين ونص تقدر تلعب وتعمل كل اللي انت عايزه وانت مرتدي الفانيله اللي بتعشقها، فانيله النادي الاهلي. صلاح محسن بنبارك له، النهارده ما كانش موجود في المران، جاب مولود سماه مالك، ان شاء الله يكون ذريه صالحه ليك يا صلاح، وان شاء الله يكون وش الخير عليك يا رب باذن الله في الفتره الجايه. صلاح من اللعيبه المحترمه الجميله، بنبارك له على مولوده الاول مالك، وان شاء الله الفتره الجايه تكون حياه سعيده بالنسبه لك وانت في النادي الاهلي او حتى على المستوى الاسري والمستوى العائلي. فكره بقى طلبات الاعاره، نادي سموحه بعت فاكس رسمي للنادي الاهلي، ده على ذمه اليوم السابع، لكن النادي الاهلي لم يعلن شيء في هذا الامر. بشكل عام النادي الاهلي الحمد لله بيسير بشكل جيد، ملف الصفقات والانتقالات، رؤيه الجهاز الفني وجهاز الكوره، محدد احتياجاته الفتره الجايه، وهنشوف الجديد في هذا الملف في الفتره اللي جايه. لكن سريعا قبل ما استقبل ضيفي الناقد الرياضي الاستاذ وليد عبد السلام، اطلاله كده سريعه على اخبار المواقع المحليه او الاخبار المحليه والعالميه عبر المواقع والصحف خلال الساعات القليله الماضيه، وايه الشان العام للكره المصريه خلال الفتره اللي فاتت، وايه الناس تحدثت عنه في الفتره اللي فاتت. موقع في الجول، طارق مصطفى: تلقيت عرضا لتدريب في المغرب وملتزم بالعمل مع المنتخب. اليوم السابع: اتجاه لإقامة حفل تكريم المنتخب الأولمبي في يناير. وإلى موقع الجمهورية أونلاين: 16 مليون جنيه تحدد موعد تطبيق تقنية الفار في الدوري. وإلى بوابة الأهرام: محاضرات نظرية وعملية بمعسكر فيفا لمراقب الحكام. وإلى سوبر كورة: اللجنة الخماسية تفكر في تخصيص مكافأة مالية لبطل الدوري. وإلى البوابة سبورت: اتحاد الكرة يهدد القطبين بسبب الجماهير. ونطالع في بوابة فيتو رئيس الأولمبية: ننتظر الموافقة على اللجوء للمحكمة الفيدرالية. وفي الفجر الرياضي: محمد صلاح يزين التشكيل المثالي لمجموعات دوري أبطال أوروبا. وإلى موقع مبتدأ: 12 مدرعة لتأمين لاعب الريال في برشلونة. ومن موقع يلا كورة: نابولي ينسحب من سباق التعاقد مع إبراهيموفيتش في يناير. وأخيرا وليس آخرا، نطالع في موقع كورة: سان جيرمان: النظام أكبر نيمار على التغيير. عناوين مهمة في المواقع المحلية والعالمية، وبالتأكيد موضوع الفار، تحديث 16 مليون جنيه لتحت تطبيق التقنية الفترة اللي جاية، اللجنة الخماسية تفكر في تخصيص مكافأة مالية لبطل الدوري، في تفاصيل كتيرة جدا عن هذه الأخبار في المواقع الأخبار المحلية والعالمية، كل هذا وأكثر بالتأكيد هنناقشه بقى مع ضيفي الناقد الرياضي الأستاذ وليد عبد السلام، ولكن بعد الفاصل.
حضراتكم من جديد، والفقره الحواريه من برنامج كلام في الميديا، وحديث اكتر بقى عن المباريات في الفتره الاخيره، وحديث عن المرحله القادمه، وفي امور ناقشتها معاكم في الاخبار المحليه والعالميه بالتاكيد هنعيشها النهارده مع ضيفنا الناقد الرياضي الاستاذ وليد عبد السلام. ازيك يا وليد، اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام، سعيد ان انا معاك النهارده. الله يخليك يا وليد، انا اسعد. الله يخليك. اولا نبدا الكلام معاك بمباراه الاهلي والحرس بالامس. تمام. الصحف النهارده كلها بتتكلم عن فكره الاداء الدفاعي والشق الهجومي وتغييرات فايلر واداء طارق العشري، وحتى في بعض الصحف راحت للعناوين اللي فيها سجع، يعني التسديدات البعيده الاهلي 100 100 قدر يعمل العمل كامل والحصد الست مباريات ب 18 نقطه. شايف الصحف اهتمت بالامور دي والمباراه كان فيها اكتر من حاجه ثانيه، ولا شايف التصريحات والدنيا كانت ازاي بعد الماتش؟ والله انا شايف ان في البدايه انا شايف انه مش مباراه امبارح بتاعت حرس الحدود بس الاهلي ممكن يعاني فيها او يتاخر او يعني في فوزه فيها، لأن كل الفرق دلوقتي خلاص عارفة أن الأهلي نازل، أو أن الأهلي نازل الهدف بتاعه مش أنه يحقق بطولة الدوري بس، لا الهدف بتاعه كمان أنه يحطم أرقام قياسية، أنه يغير شكل، أنه يغير المدرب بتاعه، عايز يعمل أداء وشكل وعايز يرجع بالصورة للأداء اللي هو بيعجب الجمهور، مش مجرد أن أنا أخد 3 نقط من المباراة فقط. فتبص تلاقي كل الفرق نازلة يعني بتتمنى أنها تحصد نقطة، ولو خرجت بنقطة من المباراة بتحس ان هي كسبانه يعني. فعشان كده طبعا كنا شايفين امبارح المباراه تكتل دفاعي، والنادي الاهلي كله في وسط ملعب نادي حرس الحدود او على حدود منطقه جزائه، لكن في حلول، في حلول. احنا شفنا امبارح الطرفين بيلعبوا، شفنا امبارح السترايكر، شفنا الشادو سترايكر، شفنا التسديدات من بعيد، شفنا الحلول كلها. فده معناه ان الراجل مش بيستسلم، الراجل عنده حلول كتير، الراجل بيشيل لعيب مدافع ويحط لعيب مهاجم، بيشيل واحد عنده واجبات دفاعيه فقط ويحط واحد بداله عنده واجبات هجوميه، فمجازف حاطط عينه على المباراه بيقول لا انا مش هخرج من المباراه غير بال3 نقط، يعني وده يعني مأثر كمان على او ده حاسينه في الروح والحافز اللي بينزل بيه اللعيبه. اللعيبه برضو يعني معلش قبل فايلر او في مع مدربين سابقين هم دول نفس اللعيبه، احنا ما فيش لسه الدنيا ما اتغيرتش، ولكن الحافز، الحماس، الروح، لمسه المدرب، كل ده شغل المدرب. كل ده شغل المدرب، ما هو المدرب والجهاز كمان اكيد. احنا بنتكلم على المدرب كنايه عن الجهاز الفني بالكامل، يعني الراجل معاه ومساعدين على اعلى مستوى يعني. فأنا شايف إن اللمسة الطابع بتاع المدرب هو اللي بدأ يرجح كفة النادي الأهلي قدام أي الفرق. بس شايف برضو إن النادي الأهلي مش مباراة الحرس بس اللي هيواجه فيها التكتل الدفاعي أو الكتل الدفاعية الخرسانية دي. ما هو ده السؤال اللي جاي، ولكن هل ستتكرر؟ هتتكرر كتير. انت يعني لو بصيت على المباريات اللي ممكن النادي الاهلي ينزل فيها مفتوح او يلاقي فيها الملعب مفتوح، مباراتين او 3 يعني، ممكن مباراه الزمالك، ممكن مباراه بيراميدز، ممكن مباراه الاسماعيلي الى حد ما، وهكذا. ممكن برضو شويه مباراه المصري الاتحاد دجله، عشان اداء او عشان طريقه لعب وادي دجله كده يعني. خلي بالك طريقه لعب وادي دجله هي نفس طريقه لعب حرس الحدود، بس بتختلف في ايه؟ ان وادي دجله بيطلع بالكوره من تحت لفوق، بيطلع بيها من تحت لفوق جماعيه. زي الحرس، انا هقول لك الفرق. تمام. الفرق انه دجله بيطلع بالكوره من تحت لفوق، بيمشوا اللعيبه مع بعض من تحت لفوق زي الموجه. بيتحركوا مع بعض، لكن الحرس بيرمي الكره من تحت مره واحده لقدام. هي الكره الطويله بس، عشان كده خلاص اخر لعيب وخلاص يعني يعتبر بيشتت. فهي بس برضو زي ما بقول لك وادي دجله بيحاول برضو يقفل الدفاع، بس بيطلع زي الموجه لقدام، الا ان الحرس هو الكتله الدفاعيه وبتلعب لقدام الطويله بس. هل الدرجات دي الاهلي في اول 5 مباريات او المباراه اللي فاز فيها ب3 و4 و5 ادت جرس انذار لكل الفرق ان اللي هيلعب مع الاهلي بطريقه مفتوحه او باداء هجومي او اداء متزن ممكن يكون مصيره 4 اهداف و5 اهداف؟ المدرب. الفرق في المدرب. الناس مش باصه على الاهلي كلعيبه، الناس باصه على الاهلي كجهاز فني. تمام. بص كده قارن مثلا، لو قارنا مثلا مع نادي الزمالك، نادي الزمالك لما ميتشو مسك كسب اول ماتش والتاني، وبعد كده بدات النتائج ايه؟ تتراجع. فبدات الناس خلاص تلعب على الزمالك زيه زي اي فريق، يعني اي فريق بيقابله بيلعب زيه زي اي فريق. لكن انت دلوقتي النادي الاهلي، احنا شفنا التجربه بتاعت امبارح الحرس،
الحرس نازل نازل مقفل دفاعي، نازل عارف بيلعب انا نازل اخد نقطه، انا لو خدت النقطه دي انا كسبان، ولو خسرت اخسر بهدف بالكتير، ده بالكتير، وهو خد اللي هو عايزه يعني بالظبط فهو خد اللي هو عايزه. فده زي ما بقول لك الناس عملت كده لان الناس بصة على المدرب. الفرق ان المدرب كسبان كل الماتشات بتاعت النادي الاهلي في الدوري، فهم عارفين المدرب ده موجود، فالنادي الاهلي نازل خلاص ناوي على المكسب، ناوي على تحطيم رقم قياسي. طيب. ناوي على شكل معين في الملعب. ماتش امبارح ده اداني مدلول ان اللي حصل في 2005 2006 مع مانويل جوزيه كانت الفرق وقتها من 13 سنه بتلعب بنفس الشكل، ما كانش الحرس بس، ده كل فرق الدوري. تمام. بل بالعكس يمكن كان الحرس كان اداؤه مختلف عن مباراه الامس، لان الحرس كان ساعات بيعمل هجمات مرتده وكان عنده امكانيات لعيبه تقدر تنفذ ده. مظبوط. لكن هل تعتقد ان الدوري السنه دي هيرجع بينا 13 سنه ورا بعد ما مانويل جوزيه دخل كره حديثه وعمل كره سريعه والدوري تغير اداؤه بعد هذا الموسم 2005 2006 هل ممكن نرجع تاني 13 سنه ورا بسبب ان الفلسفه بتاعت الاهلي هجوميه فالكل خايف من الشكل ده؟ هي احيانا هتكون في مباريات الاهلي بس، احنا ما بنتكلمش على الدوري ككل لان الفرق دي برضو اما بتلعب بعضها بتلاقي الدنيا مفتوحه شويه يعني. بس انا احنا لو اتكلمنا على مباراه الاهلي هتبص يعني زي ما بقول لك كده هتبص تلاقي مباراتين او ثلاثه او اربعه بالكتير اللي هتلاقي الملعب فيهم مفتوح، هتلاقي فيه تبادل هجمات ما بين الفريقين، او هتلاقي مثلا هجوم على مرمى النادي الاهلي بشكل كبير، ده مش هتلاقيه غير ثلاث اربع مباريات خمس مباريات بالكتير جدا. تمام. في مباريات الدورين بتوع الدوري. لكن هتبص تلاقي مثلا بص على نتائج الفرق بتاعت الدوري، هتبص تلاقي مثلا الثلاث اربع فرق الثلاث فرق اللي صاعدين اسوان نادي مصر طنطا الفرق دي بتعمل نتائج كويسه، يعني الفرق دي مش مثلا مش نازلين مش جايين من الدوري المنبه بيخسروا ثلاث اربع ماتشات، لا امبارح اف سي اول امبارح اف سي مصر مع الاسماعيلي خسران بجون برضو بالعافيه، طنطا النهارده على الانتاج الحربي طنطا النهارده برضو خسران من الانتاج الحربي بجون في الثواني الاخيره وبالعافيه. بس لو جيت قبل كده يعني مثلا الجوله دي هم الاثنين خسروا، بس قبلها تعادلات 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 وقدام فرق كويسه، يعني طنطا كسبان وادي دجله في اول مباراه ليه في الدوري، اسوان برضو عامل مباريات كويسه جدا، سواء يعني كل المباريات. فاحنا ادينا مثلا بالثلاث فرق اللي صاعده، وما بنقولش مثلا ان هم ايه كسبوا، لا احنا بنتكلم في تعادلات. ده معناه ايه؟ ده معناه ان هم مأمنين دفاعيا كويس، او الجهاز الفني بتاعهم بيأمنوا بيبداوا خطتهم بالتأمين الدفاعي بشكل كويس، بعد كده بيحاول يفكر في الهجوم او بيحاول يفكر في خطف هدف يرجح كفته، ان ما كانش يبقى هو خارج بالتعادل. فايلر لسه عنده مفاجآت؟ بالتأكيد في مفاجآت. يعني انا من وجهة نظري انه المفاجأة اللي هنستناها من فايلر في الانتقالات الشتوية. يعني طبعا احنا خلاص موضوع كهرباء اتحسم. انا سامعك طبعا قبل الفاصل بتتكلم على الجرايد والفرق ان ده بيتكلم في مين هيجي ومين هيمشي والكلام ده كله. يعني طبعا معروف ان النادي الاهلي عنده مكانين. مظبوط. فانت دلوقتي جبت كهرباء، تفضل لك مكان والراجل ناوي ان هو راس حربه ما اعلنش. اهم حاجه بالنسبه له هو ما اعلنش، بس يعني انا بدقيق بالظبط. انت معاك حق، امبارح قال لك الراجل قال احتياجاته بس في الغرف المغلقه بالظبط، وما حددش مين اللي هيمشي. انت حتى الان بالظبط ما حددش، وانا اقول يعني ممكن اقول لك على مفاجاه. وانت ليه تمشي؟ انت ليه تمشي؟ انت ممكن ما تمشيش حد الا لو جبت لاعب افريقي، طبعا ده هيبقى ايه لازم هيستبدل يعني. ده لازم هيستبدل، ولو في الحاله دي هيبقى اقرب المستبدلين هو جيرالدو. برضه ما اعلنش. ما احنا بنتكلم بقى ايه في تكهنات. أكيد. بلاش أكيد. بلاش مثلا معلوماتك. بلاش نقول عن مصادر معينه، بس هي نعتبرها تكهنات. تمام. لو في مهاجم افريقي او لاعب افريقي جه النادي الاهلي خلال الانتقالات شويه فهيكون بديلا عن جيرالدو. طب انت مش مندهش من حاجه؟ وانا حتى وضعتها استساؤل. بقالي فترة بشوف الجرايد والصحف واحنا في المجال واحد يعني بالتأكيد. تمام. وعارف بالتأكيد ده أهم حاجة، الصحفيين والزملاء كلهم بيهتموا بالجزئية دي لأن دي الأكثر قراءة بالنسبة للمشاهد. الأهلي عامل نتائج في الدوري ممتازة،
ست مباريات ب 18 نقطة. 18 نقطة. أعلى نسبة أهداف ما اتكررتش حتى في موسم 2005 2006 اللي هو كان موسم تاريخي. مظبوط. ومع ذلك وأقل نسبة أهداف بتيجي. وأقل نسبة أهداف دخلت مرماه، ومع ذلك وفي استقرار فني كمان من الجهاز الفني. مظبوط. لكن مع ذلك كل الصحف وكل المواقع لا حديث بالنسبة لها إلا عن انتقالات الأهلي في الأهلي. والانتقالات اللي لما يبقى الحديث عليها كبير قوي كده تعرف إن في خلل أو في مشكلة أو محتاج تدعيمات. مش مستغرب من ده. أنا بقول لك بص، هو طبعا دايما الناس بتدور على النجم أو على الأبرز عشان تتكلم عنه. ما هو أنت برضو إيه الشعبية يعني صاحب الشعبية الأبرز، صاحب الـ 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 النجومية الكلام ده. لكن أنت اللي أنا عايز أكده لك أنه يعني إحنا قريبين جدا، أو الجهاز الفني للنادي الأهلي قريب جدا من أنه ما يمشيش حد. يعني غالبا ممكن اتنين لعيبة اللي جاي لهم عروض، يعني لو ذكرنا بالأسامي ممكن يبقى قصدك حسب العروض اللي ممكن تيجي فبناء عليها بالظبط يعني. ممكن يبقى عندنا حسين السيد، ممكن يبقى عندنا عمار حمدي، دول أقرب اتنين ممكن حسب العروض اللي جاي لهم، لأنه مش جاي لهم عرض من النادي واحد، ده كل واحد فيهم جاي له عرض من أكتر من نادي. فالاثنين دول اللي ممكن يمشوا يعني برغبتهم اذا راى فايلر ذلك، اذا طبعا وافق فايلر على كده. لكن طبعا برضو يعني لسه الامر ده برضو، لكن هو الراجل عايز يمشي حد، الراجل مش عايز يمشي حد، الراجل مستقر على المجموعه اللي معاه ومبسوط بيهم، وشايف ان هم دول هيقدروا يحققوا طموحاته واهدافه. ده استخدم 95% من القايمه. ما ده بالظبط. احنا يعني غالبا ما فيش غير الثلاثه لعيبه، الاثنين دول وعليهم صالح جمعه، هم دول بس اللي ما اشتغلوش مع الراجل، ومحدش عارف اللي جاي ممكن يبقى يعتمد عليه في مباراه تانية. ممكن يشغلهم طبعا بالزبط. اكيد يعني بالظبط كده. طيب تمام. طيب دي جزئيه مهمه جدا، مباراه الاهلي والحرس والانطلاقه والدوري. في جزئيه مهمه جدا كمان متعلقه بالدوري العام في الفتره اللي جايه. قريت اخبار في المواقع المحليه والعالميه، جمهوريه اونلاين بتتكلم عن 16 مليون جنيه تحدد موعد تطبيق تقنيه الفار في الدوري الفتره الجايه. هل عندك معلومات على موضوع التقنيه في الفتره الجايه؟ الاتحاد بيفكر في الامر ده ازاي؟ لان الاتحاد بيقول موضوعات وبيتكلم في تفاصيل وناسي اهم تفصيله، اللي هي تدريب الحكام. طيب انا هديك تفاصيل مهمه في الموضوع ده. انت اتكلمت، انت يعني طرحت الموضوع بشكل كويس بشكل صح، انه احنا موضوع الفار ده مقسوم لشقين. الشق الاداري اللي هو التعاقد مع الشركه اللي هتطبق المنظومه دي. تمام. في مصر الشق ده كل الناس فاهمه او شايفه انه في الشركه الاسبانيه اللي طبقت الفار في بطوله امم افريقيا، ان هي دي خلاص حسمت الموقف، او هي اقرب لان هي تطبق الفار في الدوري. لا، انا بقول لك اتحاد الكوره وصلوا اربع عروض، وصلوا عرض من الشركة الأسبانية، وصلوا عرض من شركة ألمانية، وصلوا عرض من شركة إنجليزية، وصلوا عرض رابع من شركة إيطالية. الشركة الإيطالية دي أقلهم فهم مستبعدينها. هم بيقارنوا ما بين الثلاث عروض بتاعة الشركة الأسبانية والألمانية والإنجليزية. هم طبعا بيقولوا إن احنا بعتنا للفيفا او للمندوبين بتوع الفيفا اللي في زياره دائمه لمصر عشان برضو يسترشدوا بيهم وياخدوا رايهم. هم برضو ما بيحسبوش، ما بيقارنوش ما بين الثلاث شركات دول ماديا بس. هو انت بتقارن العرض نفسه، يعني في شركه تقول لك مثلا انا هديك 16 كاميرا في الملعب، الشركه الثانيه تقول لك لا انا هحط لك في الملعب مثلا 10 كاميرات، في شركة تالتة تقول لك مثلا هحط 12 ودرو. فتبص تلاقي هم المقارنة الأول فنية في الأساس، المعيار في الأساس المعيار الأساسي رقم واحد الفني، المقارنة الفنية اللي هتحقق هم ما عندهمش بشكل إيجابي. بالظبط، هم ما عندهمش حد فني، يعني اتحاد الكورة ما فيهوش منظومة إعلامية. يعني خلينا بس لجنة الحكام تقدر تقيم ده؟ لا لا. ليه؟ ده الشق التاني بقى اللي أنا جاي لك فيه، إنه مين المسؤول عن لجنة الحكام؟ كابتن جمال غندور. بعيد نهائيا عن موضوع التعاقد وما يعرفش أي شيء خاص بيه. كابتن جمال غندور واخد الموضوع يعني مختص فقط بشق التدريب، وهو قايم بيه على أكمل وجه. تدريب مين؟ تدريب الحكام على التقنية؟ على التقنية دي. إمتى وفين؟ المفروض إن في بعض الحكام سافروا خلال الفترة اللي فاتت، والمفروض ان في دورات تدريبيه هتبدا خلال الفتره اللي جايه، هتبقى هنا في مصر. الدورات دي
هتبقى طبعا تحت اشراف الفيفا. ما هو بالظبط تحت اشراف. ما فيش حد هنا اصلا يعني دارس الموضوع. ما عندكش غير اثنين، جهاد جريشة ومحمود ابو رجال. بالظبط. فالدورات دي هتبقى خلال تقريبا الفتره اللي جايه، هم مستنيين بس يعني بيرتبوا امورهم مع الفيفا انه خلاص يعني ممكن في خلال اسبوع اسبوعين تبدا الدورات التدريبيه دي. كمان هيدي الكابتن جمال غندور، احنا بنتكلم بقى في شق التدريب، انه هيبقى فيه الحافز بتاع الحكام هيزيد، لانه طبعا مش هيبقى زي الاول، مش هيبقى مهمته بس مقصوره على تحكيم المباراه، لا ده في حاجات بتزيد يعني. هيبقى فيه شروط انه لازم الحكم عشان يعتمد لازم يبقى واخد الدوره بتاعه الفار، لان ده برضو هتبقى حاجه اساسيه عند الحكام يعني. فكده احنا اتكلمنا في الشقين، الشق الاداري والشق الفني. لكن عايز اكد عليك ان الشق الاداري حتى الان لم يحسم اتحاد الكوره مصير الشركه اللي هتطبق الفار في مصر. طب احنا هنشتري ادوات ولا الادوات دي من خلال الشركات ده هتبقى مؤجره؟ الشركه هتيجي بكل حاجه، يعني انت هتتعاقد مع شركه كتاجير ولا كشراء؟ لا مش 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 شراء، انت ما بتشتريش، انت شركه زي بالظبط كده مثلا ايه الشركه الراعيه لاتحاد الكوره. الشركه بتيجي بتقول لك انا خلاص انا هرعى اتحاد الكوره لمده 3 سنين او هرعى اتحاد الكوره لمده 5 سنين. هي بتيجي بكل ادواتها، بتعمل كل حاجه مظبوط، كل ما هو محتاجه تطبيق الفار هي المسؤوله عنه، هي اللي هتجهز الغرف، وضع الكاميرات، هي اللي هتجهز، هي اللي هتجيب الكاميرات، هي اللي هتجيب الكابلات، هي اللي هتحط هتحدد الاماكن، هي اللي هتختار الملاعب. يعني احنا محددين 6 ملاعب عشان يتطبق فيهم الفار اللي هم اتلعب عليهم في كاس الامم، لكن الشركه برضو ليها صلاحيات ان هي ممكن تقول ده ينفع وده ما ينفعش. ممكن الشركه الاسبانيه دي شافت ال6 ملاعب واشتغلت عليهم بالزبط. ممكن لو الشركه الالمانيه او الانجليزيه ممكن تشوف ان واحد فيهم ما ينفعش، ممكن تشوف واحد تاني من بعيد خالص ده ينفع. طيب وهكذا. عندهم 3 شركات و3 عروض، هم مختلفين على الاختيار ولا محتاجين حد خبره يقول لهم افضل اختيار، ولا هم متفقين على شركه بس بيعملوا الاطار القانوني بتاعها؟ هم اولا ما عندهمش حد عنده درايه او عنده خبره بموضوع الفار. ده احنا بنتكلم على الخمسه اللي هم اللجنه الخماسيه اللي بتدير الاتحاد. مظبوط. ما حدش فيهم ولا حد في اي لجان اتحاد الكوره عنده خبره في التعامل مع الفار. احنا بنستبعد من النقطه دي لجنه الحكام، لان الكابتن جمال غندور ده في مكالمه ما بيني وما بينه قال لي بص انا بعيد نهائيا على الموضوع ده، انا بشتغل فني، انا بدرب حكام وبس. بالظبط. لكن هم انت سالتني بقى هم مستنيين ايه؟ هم مستنيين قرار من يعني ايه ممكن تقول استعانه بصديق. الاستعانه بصديق هي محتاجه استعانه بصديق؟ اه امو حذف اجابتين قبل كده. لا ليه؟ في بعض المسؤولين في اللجنه الخماسيه على علاقه وطيده ببعض المسؤولين السابقين في مجلس الاداره السابق من اتحاد الكوره، يعني تقدر تقول كده انه كل كبيره وصغيره يعني عشان تمشي لازم بياخدوا رايهم الاول يعني. طب انا اسمعها او بيحاولوا يعرفوا من يعني ياخدوا خبراتهم يعني. طب انا اسمعها في موضوع اللائحه في راي فني متعلق باختيار مدرب، لكن في تطبيق التقنيه مش محتاجه، يعني مش محتاجه كل حاجه. في كل حاجه؟ في كل حاجه، كل ما يخص اتحاد الكوره ما زال يديره بعض المسؤولين السابقين. غريبه، انا على فكره انت مش اول واحد تقول لي المعلومه دي، ده كذا حد كان معايا خلال الاسبوع اللي فات واكد نفس الكلام. طبعا. يعني معنى كده بس الموضوع واضح وصريح. طب يعني هدي لك مثل بسيط، انت اكيد قريت موضوع مثلا لائحه اتحاد الكوره او موضوع الجمعيه العموميه بتاعه اتحاد الكوره. يوم نقطة تقرا بس مش هقطعك والله في الكلام، بس قريت نقطه بصراحه ضحكتني. لان احنا في المجال ده بقالنا سنين. أكيد. يقول لك ايه الفيفا بيقترح تقليص العدد لتسع اعضاء. هم مين الفيفا اللي بتقترح؟ والفيفا ما بتقترحش. وفي برضه بمناسبه ده يقول لك الفيفا بتقترح انه الاعلاميين ما ينزلوش انتخابات اتحاد الكوره. الاعلاميين اللي هم مذيعين ولا محللين؟ اتقسمت بقى دلوقتي، قال لك المحلل ما يتحسبش اعلامي والمذيع يتحسب اعلامي. تمام. فانت يعني لو دورت اولا مفيش حاجه اسمها في الفيفا الكلام ده. طب احنا ليه الفيفا مثلا او الراجل اللي في الفيفا او السيده اللي في الفيفا قالت ان احنا ممكن نقترح استبعاد الاعلاميين من انتخابات اتحاد الكره؟ في قواعد اساسيه للفيفا، ده دستور اساسي. طب وليه ما قالتش مثلا نستبعد المهندسين ولا نستبعد الدكاتره او مقعد المراه؟ ومفيش مقعد مراه.
مفيش الكلام ده، دي قواعد داخلية عندك بالظبط. الحاجات دي كلها لائحة داخلية انت يعني المفروض تخصك انت، ما تخصش اي حد. طب هي في لجنة مشكلة من اللجنة الخماسية لا لعمل اللائحة؟ لا، هي اللجنة مختصة، هي اللجنة الخماسية هي هم برضو ما زالوا بيناقشوا ان هم يدعوا لجمعية عمومية. طبعا اقرب جمعية عمومية انت عارف اللجنة دي اخرها هتبقى شهر 7 قبل طوكيو. المفروض الجمعية العمومية تبقى اما في 8 اما في 9 اما في 10، فهم بيحاولوا يدعوا لجمعية عمومية طارئة قبل ما يمشوا عشان يعتمدوا اللائحة او عشان يسمعوا مقترحات. هم بعتوا اوريدي للأندية عشان يبعتوا لهم مقترحات للائحة الجديدة، لكن هم يعني عايز اقول لك هم مختلفين، كل واحد بيدور على الجزء اللي هيخدم مصالحه. انا اسف ان انا بقول الكلام ده، اللي هيخدم مصالحه فيما بعد ما يمشي بعد شهر 7. مش اللجنه مش نازله انتخابات؟ ما انا بقول لك بقى فيما بعد ما يمشي. في يعني هيبقى في مصالح بعد كده. انت عندك كواليس تفاصيل كتير جدا. طب نتفائل بالمرحله الجايه ولا الكواليس اللي عندك ما تدعوش للتفاؤل؟ والله يعني انا شايف انه لا، المرحلة الجاية الدنيا لسه زي ما هي، الدنيا ممكن تبقى أسوأ من اللي قبل كده. معقولة؟ أصل الناس بعد بطولة الأمم كانت بتتوقع اللي جاي هيكون أفضل وأحسن. ما أنا بقول لحضرتك اللي جاي ما جاش. اللي جاي ما جاش. اللي جاي ما جاش. اللي جاي هو لسه بتاع اللي فات. لسه بتاع اللي فات. وليد بيقول كلام ما بين السطور بس مفهوم. طيب اللجنة الخماسية بتفكر في تخصيص مكافأة لبطل الدوري، هو أحلى الدوري من 48 لغاية دلوقتي، أو بلاش 48. آخر 10 سنين الناس مش عارفة بطل الدوري بياخد كام؟ لا ولا بطل الكاس ولا بطل الكاس. طب اقول لك على مفاجاه. مين فاز بالسوبر؟ انهي سنه بالظبط؟ السنه اللي قبل الماضيه اللي هو اتلعب من حوالي شهرين ثلاثه. واحنا اصلا يعني خلي بالك انت السوبر كله داخل في بعضه. ما تدخلنيش في كواليس دلوقتي. سوبر 2018 2019 المفروض هيتلعب الفتره الجايه سواء بين الدورين او بعد الدوري. تمام، خلينا في السوبر اللي قبليه 2017 2018 اللي فاز بيه الاهلي على الزمالك. الاهلي. تتخيل ان السوبر اللي قبليه اللي كان بيتلعب في الامارات كان الاهلي لما بيفوز بالبطوله او اي نادي اخر كان بياخد مكافاه. بالظبط. السوبر الاخير ما كانش فيه فلوس. لا انت كده جبت حاجه اهو من الكواليس برضو، يعني من ضمن الشغل اللي بيتظبط يعني. بعد ما اترفع قيمه الفلوس السوبر الاخير ما كانش فيه ولا مليم ولا طلع اي حاجه من الاتحاد للاسف يعني. طب ازاي؟ للاسف بص، هو الاتحاد يعني زي ما احنا قلنا احنا كنا بنحاول ان احنا نتفائل انه هيبقى في وجوه جديده او فكر جديد، او طبعا احنا يعني مش عايز اقول ان المجلس السابق كان مثلا وحش او كان كله وحش او كان كل واحد ليه ايجابياته وسلبياته. بالظبط، كل واحد عنده ايجابياته وعنده سلبياته. ولو مسكت واحد واحد هتقدر تقول ده كان كويس وده كان وحش، تقدر تحكم عليهم واحد واحد. لا، مش عايزين نحكم جماعيا يعني، مش عايزين نقول ان السيئه تعم يعني، هي عمت هي السيئه عمت. فبس احنا مش عايزين نقول ده يعني، لكن للاسف للاسف هي نفس الوجوه او نفس الشخصيات هي اللي بتجهز نفسها للانتخابات. المصالح الانتخابيه هي اللي بتضغى دلوقتي. مش في بند 8 سنين؟ ما بقاش هيبقى 12. هيبقى 12 عشان لو عدى 8 ينزل الدوره الجايه. ما انت عندك التفاصيل اهو. لا ما هو معناه كده، اصل في ناس كانت 8 سنين في نهايه الدوره الاخيره. لو الثمانيه زي ما هم مش هينزل الانتخابات الجايه. لو زودناها ل 12 يبقى ينزل الانتخابات الجايه. هيبقى 12. 1 زائد 1 يساوي 2. هيبقى 12. واضحه قوي. هيبقى 12. ما فيهاش فيفا دي بقى، دي لائحه داخليه. ما شفت بقى اشمعنى يعني دي بقى لائحه داخليه؟ اشمعنى بقى؟ هي قصه موائمات. طيب عايز اروح معاك لجزئيه ثانيه مهمه جدا. والاهلي فتح ملف التحكيم الافريقي خلال الفتره اللي فاتت ودخل في تفاصيل مهمه جدا، مش فكره خطا تحكيمي او قرار تقديري او خطا حتى في تطبيق نص القانون، لا فكره التعيين نفسه. حكم مباراه الاهلي وبلاتينيوم الزيمبابوي حكم بروندي اسمه جورج جاتوجاتو، ده حكم مميز جدا دولي منذ عام 2015. تمام. عنده 31 سنه، ادار افتتاح كاس الامم تحت 23 سنه بين مصر ومالي، دولي هو عنده 27 سنه. تاريخه في القاره الافريقيه خلال الفترات الاخيره ماشي بشكل كويس في التصفيات عكس الحكم البوتسواني. هقول لعزيز الحكم تفاصيل تانية واخد رايك ملف التحكيم الافريقي، لكن اخرج الى فاصل، وبعد الفاصل اسمع حديث وراي الاستاذ وليد عبد السلام الناقد الرياضي في هذا الموضوع، لان عندي مفاجاه مهمه جدا في مساله التحكيم الافريقي وازاي حكم في افريقيا قوي واسم كبير ممثل في لجنه الحكام في الاتحاد الدولي وملوش دور في الاتحاد الافريقي. بعد الفاصل نتابع هذا الموضوع.
العالم بحضراتكم من جديد، وفي تواصل بالتاكيد مع الاستاذ وليد عبد السلام الناقد الرياضي، وحديث عن التحكيم الافريقي وحكم مميز سيدير مباراه الاهلي وبلاتينيوم في القاهره. لكن بالتاكيد كمان مهم جدا بعدها نعرف مباراه العوده مين الحكم الافريقي اللي هيدير المباراه، وعايزين نفس الحكم يكون حكم متميز، حكم مصنف، تكون هناك حياديه وعداله سواء في مباراه الذهاب في القاهره او حتى مباراه الجوله الرابعه والعوده في زيمبابوي. تعليق على هذه الجزئيه واختيار هذا الحكم، حكم صغير في السن، دولي، ليه تاريخ طويل في الفترة الزمنية القصيرة عكس الحكم البتسواني جوشوا بانتو. بص، هو التعليق السريع على النقطة دي هو تفسير واحد بس. النتيجة دي جت نتيجة ضغط من مجلس إدارة النادي الأهلي، لازم نخلع له القبعة أو نرفع له القبعة، لأن ده مش أي مجلس إدارة بيعمل كده. احنا ممكن بنشوف مجالس إدارات أندية فرقتها بتتظلم في الملعب، بيقعد يهيص ويهلل ويطلع في الإعلام ويقول لك انا والظلم والحكايه والروايه والكلام ده كله، لكن دلوقتي النادي الاهلي ما يعني خلاص سلك الطرق الشرعيه، الطرق الصحيحه، ان انت ابتديت تضغط، ابتديت تحسس الاتحاد الافريقي او الكيان اللي بيدير الكره في افريقيا ان انت قوي، وان انت لازم، ان انت عندك ردع، ان انت ممكن في اي لحظه تاخد قرار هيأثر عليه، وان انت ممكن تلجأ للقنوات الشرعيه اللي هي اكبر من الاتحاد الافريقي. عشان كده الناس دي بدأت تبص لك بطريقه ان هي لازم تحقق لك العداله الكامله. اكيد. طيب، المفاجاه بالنسبه لي وانا بشوف حكام او لجنه الحكام الرئيسيه، رئيسها عضو مكتب تنفيذي مش حكم دولي واسم كبير، لكن المفاجاه بالنسبه لي لقيت كيملي شونج حكم موريشيوس الشهير عضو في لجنه الحكام في الاتحاد الدولي اللي برأسها كولينا الايطالي. يعني الخبرات الافريقيه دي الاتحاد الدولي بيستفيد بيها ومش موجوده في لجنه الحكام في الاتحاد الافريقي. ده بالعكس، عضو اللجنه اللي مع سليمان اوباري ايدي مايي، صاحب المباراه الشهيره مع الاسماعيلي في نهائي افريقيا وصاحب المواقف السلبيه في مباريات كثيره. شوف، انا برضو يعني احنا عندنا مشكله كبيره احنا هنا في مصر، ان احنا حتى لما بيبقى في مسؤولين بيتولوا مناصب دوليه للاسف بيحاربوا المسؤولين اللي متولين نفس مناصبهم على المستوى المحلي. انا نفسي المسؤولين المصريين اللي بيتولوا المناصب الدوليه يساعدوا المسؤولين في الاتحاد المحلي ويساعدوا الانديه المصريه يعني يجيبوا لنا حقنا. يعني مثلا عند المهندس هاني ابو ريده في عضو المكتب التنفيذي، عندنا الكابتن عصام عبد الفتاح برضو في لجنه الحكام في الاتحاد الافريقي، المفروض الناس دي تساند وتدعم الانديه المصريه، خاصه في الحق المصري. في الحق احنا ما بنقولهمش مثلا هاتوا لنا حاجه مش حق مش بتاعنا ولا الكلام ده، لا، احنا عايزينك تقف جنب النادي الاهلي او نادي الزمالك او بيراميدز او المصري او اي فريق مشارك في بطوله قاريه، في الحق، في الحق. طيب، وقت خلص، بشكرك شكرا جزيلا، كان عندنا موضوعات كتيره ومباريات في الدوري ومباراه الاسماعيلي وامور كتيره جدا، لكن للاسف وقت خلص والوقت كان ضيق جدا واتكلمنا في موضوعات كتيره، لكن حلقه بالتاكيد اتمنى يكون خفيفه على المشاهدين. وسعيد جدا بحوارك معايا يا وليد، وسعيد جدا بكلامك معايا. انا كنت معاك النهارده. الله يخليك، شكرا لتوفيقك يا رب الفتره الجايه، ودايما كده مليء بالكواليس والاسرار ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا لحضراتكم بالتاكيد على حسن المتابعه والمشاهده، والتقي بكم على خير ان شاء الله في حلقات اخرى قادمه من برنامجكم كلام في الميديا.